استاذ خالد عامر، اهلا بيك يا فندم. يا استاذ محمد، يا صباح الفل او مساء الفل بقى على مساء حضرتك وعلى الفل. كل الساده مساء الفل المستمعين طبعا. والمشاهدين. يعني عايز نتكلم عن لقاء النهارده، شايف اللقاء ازاي؟ المواجهه هتكون ازاي بين مانشستر سيتي وبين اشبيليه؟ بص، هو يعني المؤشرات بتقول انه مانشستر سيتي داخل مرتاح اكتر، على الرغم من وجود غيابات هنتكلم عنها، بس هو داخل مرتاح اكتر نظرا للتاريخ اللي بيجمع الفرقتين مع بعض، ونظرا للمباريات الوديه او مباريات الاعداد اللي كانت سبقت انطلاق الموسم. كل فريق منهم لعب عدد كبير من الماتشات، كان السيتي افضل نسبيا من اشبيليه، وحتى انطلاقه الموسم بالنسبه لمانشستر سيتي كانت افضل. خلينا نبدا الاول بالتاريخ. بيقول ايه التاريخ؟ بيقول انه الفريقين لعبوا بعض 4 مرات قبل كده كلهم في دوري ابطال اوروبا، لم ينجح اشبيليه في الفوز في اي مباراه منهم. ماتش خلص 2-1، ماتش خلص 3-1، ماتش خلص 4-0، والماتش الاخير اللي كان سنه 2022 السنه اللي فاتت خلص 3-1، وكلهم طبعا لصالح مانشستر سيتي. ده فيما يخص التاريخ اللي بيجمع الفرقتين مع بعض. طيب لو جينا بصينا للمباريات الاعداديه او التحضيريه للموسم اللي انطلق بالفعل، هنلاقي انه اشبيليه لعب عدد من الماتشات، في منها ماتشات المفروض ان هي سهله على بطل الدوري الاوروبي، يعني فرقه مخضرمه فيها لعيبه مميزه زي اشبيليه، فيها سوزو، فيها زي ما حضرتك تفضلت شاكرا هول، نصيري. على يوسف النصيري، على فيها لوكاس اوكامبوس، فيها ايفان راكيتيتش، فيها عدد مميز من اللعيبه. لما نيجي نبص على الماتشات اللي هم لعبوها، لعبوا مثلا قرطبه، ده كسبوا 2-0، لعبوا فرقه من اسبانيا اسمها اتلتيك سياتا، خسروا منهم 5-2، لاعب هانزا روستوك الالماني الغائب تماما عن المنافسه او عن المستوى المعروض على هانزا روستوك في التسعينات، وخسر منه 2-1، لاعب ماجدبورج اللي مش موجود على الخريطه الالمانيه اساسا وخسر منه 3-1، تعادل مع كريستال بالاس 1-1. انطلاقه الموسم حتى بالنسبه له كانت سيئه، لانه في اول مباراه ليه خسر من فالنسيا في المباراه الافتتاحيه للليجا، خسر من فالنسيا 2-1. الناحيه الثانيه انت بتتكلم على فرقه انطلق الموسم بالنسبه لها بفوز عريض على بيرنلي، اللي هي طبعا احنا بنتكلم على مانشستر سيتي دلوقتي، بدا الموسم بفوز كبير على بيرنلي ب3 اهداف مقابل لا شيء، 3 اهداف نظيفه يعني، احرز منهم ايرلينج هالاند المنتشي جدا بهدفين، ورودريجو احرز الهدف الثالث. بينما كانت الانطلاقه مش قويه قوي، لانه خسر من ارسنال مثلا في درع الاتحاد الانجليزي الشيلد، بس هو تقريبا كل سنة بيخسر الدرع الخيرية، بس بيخسر الدرع الخيرية وبعد كده بياخد كل حاجة. بالظبط كده، هي دي فيها حاجة، يعني احنا عايزين نشوف اللغز. ما زي اشبيلية بياخد الدوري الأوروبي، بس اشبيلية ما بياخدش دوري اسباني، ما بيتأهلش في دوري الأبطال، ما بيعملش أي حاجة، بياخد دوري أوروبي، يطلع تالت يروح الدوري الأوروبي ياخد الدوري الأوروبي على طول. صحيح، فدي حاجة مريبة جدا برضو، عايزين نبحث ورا. يعني أنت بتتكلم على أكتر فرقة في الدوري الأوروبي حصولا على اللقب هي فرقة اشبيلية. بص، المؤشرات كلها بتقول او رايحه في ناحيه انه احنا هنتفرج على ماتش المفترض ان هو يكون سهل لصالح مانشستر سيتي، بس عندنا عدد من الغيابات المؤثره، عندنا برناردو سيلفا غايب، عندنا روبن دياز المدافع البرتغالي المميز غايب، عندنا دي بروين طبعا الاصابه اللي الناس كلها يعني زعلانه عليها، غيابها هيكون فتره طويله. بالظبط 3 او 4 شهور، ده رقم كبير جدا هيفتقد فيه مانشستر سيتي، ولكن هو جوارديولا يمتلك لعيبه بدائل يعني. بس بص، ما عندوش اللي يعمل الدور بتاع كيفن دي بروين، عشان كده كنت لسه بقول لك كوفازيتش مش نفس الدور، ولكن كوفازيتش هيعمل قريب منه. ما عندوش نفس الشراسه الهجوميه اللي موجوده عند كيفن دي بروين، عشان كده في صفقه كانت محتمله دلوقتي اعتقد ان هي قربت بشكل كبير، اللي هو لوكاس باكيتا البرازيلي، طبعا لعيب مميز جدا في نص الملعب وعنده شراسه هجوميه وعنده ادوار مشابهه جدا للادوار اللي بيعملها كيفن دي بروين. طبعا الباس عند كيفن دي بروين اعلى بكتير، الباس ولونج باس والاسيستات. ولكن النهايه بس عشان ما اطولش على حضرتك، شايف النتيجه النهارده؟ توقعاتك، مش هقول لك نتيجه كام، ولكن انت شايف كفه السيتي ارجح؟ كفه السيتي ارجح، بالظبط، حتى وان كان هناك غيابات، بس كفه السيتي اعتقد ان هي ارجح. يعني شكرا جدا طبعا استاذ خالد عامر على تحليلك القوي للقاء اليوم. خلونا